أهلا بكم إلى حوارات المساء ونناقش هذه الليلة. عمليات تعذيب ممنهجة للآلاف من عناصر حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن على يد ميليشيات الحوثي الإيرانية. تحديات تمكين المرأة تناقشها قمة المرأة والسلام والأمن في أبوظبي. المساء من سكاي نيوز عربية مع سامي قاسمي. قالت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام إن ميليشيات الحوثي الإيرانية تحتجز نحو 3000 من قيادات الحزب في سجونها منذ اغتيال الرئيس المغدور علي عبد الله صالح. وأشارت المصادر إلى أن كثيرا من قادة الحزب يخضعون للتعذيب والترهيب من قبل الحوثيين. تمعن ميليشيا الحوثي الإيرانية في ممارسة ضغوطها وانتهاكاتها في حق قيادات حزب المؤتمر الشعبي، فبين التنكيل بهم في السجون والخطف والتصفية والإعدامات أو الانضمام لصفوفها، تخير ميليشيا الحوثي آلاف المحتجزين من قيادات الحزب منذ اغتيالها الرئيس السابق علي عبد الله صالح مطلع الشهر الجاري. مصادر محلية قالت إن الاعتقال طال قيادات من الصف الأول والثاني والثالث، كما طال قيادات محلية في صنعاء وفي محافظة عمران والمحويت شمال غرب صنعاء وحجة والحديدة ومناطق أخرى تقع تحت سيطرتهم. وبأوامر من قائدهم عبد الملك الحوثي، قالت المصادر إنه تم نقل بعض القيادات المخطوفة من الذين كانوا مقربين من الرئيس المغدور إلى سعدة معقل الحوثيين، ووضعهم في سجون سرية عبارة عن كهوف في جبال تتحصن فيها قيادات الحوثيين، فيما يخضع الكثير من قيادات حزب المؤتمر الشعبي للتعذيب والترهيب من قبل ميليشيا الحوثي التي كانت تمارس ضغوطاً كبيرة على بعض القيادات التي بقيت بصنعاء والواقعة تحت الإقامة الجبرية. هو فصل جديد إذن من التصعيد من قبل ميليشيا الحوثي التي يبدو أنها لا تكترث لنداءات الإنسانية والدولية، ولعل آخرها تصريحات المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي قال إن قادة الحزب في صنعاء يتعرضون للتعنيف والترهيب على يد ميليشيات الحوثي وأن هذا مخالف للقانون الدولي ويجب وضع حد فوري له. عموما للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الأستوديو عضو مجلس النواب اليمني عن المؤتمر الشعبي العام عبد الوهاب معوضة. أستاذ عبد الوهاب، أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية. حقيقة الأرقام التي تأتينا من صنعاء من اليمن مروعة جدا. نحن نتحدث عن 3000 من المؤتمر الشعبي العام معتقلين في السجون الحوثية. هناك أرقام وصلتني قبل أن أصل إلى الأستوديو وأن ألتحق بالأستوديو، 1200 قيادي وعضو مؤتمري تم تصفيتهم، وهناك حديث عن 250 قيادي مصيرهم مجهول، و50 مقر للمؤتمر الشعبي العام هو الآن بيد الحوثي. ما حقيقة كل هذه الأرقام؟ أسعد الله مساءكم في الخير. أهلا وسهلا الأخوة في قناة سكاي نيوز العربية، وأسعد الله مساء الأخوة مشاهدي القناة في داخل اليمن وخارجه، وهي فرصة سعيدة أن نلتقي اليوم لكي نناقش ما يحصل من انتهاكات ومن ممارسات تقوم بها جماعة الحوثي الانقلابية في الجمهورية اليمنية. نعم. طبعا ما حصل في اليمن منذ أن جاءت هذه العصابة إلى سدة الحكم في العام 2014 وحتى الآن مارست كثير من الانتهاكات، مارست كثير من البطش، مارست كثير من وسائل القهر والإرهاب التي مارستها على اليمنيين. وما حصل في الفترة الأخيرة عقب الانتفاضة المباركة التي حصلت في العاصمة صنعاء في 2 ديسمبر والتي دعا إليها الرئيس السابق الشهيد علي عبد الله صالح رحمة الله عليه، ما تلاها من أحداث مؤسفة وما تلاها من ممارسات ومن انتهاكات شيء يصعب على الإنسان أن يتطرق إليه أو أن يلم به. نحن نسمع اليوم عن أرقام فلكية وأرقام كبيرة جدا، سواء من تم اعتقالهم، وهناك إحصائيات تشير إلى أنه أكثر من 3000 تم اعتقالهم والعدد طبعا مرشح لزيادة.
كذلك ايضا اسمح لي هنا استاذ أبو، يعني هل فقط في العاصمه صنعاء ام مختلف المحافظات؟ لا، هو في العاصمه صنعاء بالدرجه الاولى، لكن هناك ايضا امتدت ايضا هذه البطش ايضا في مناطق اخرى، كل من عارضهم او كل من حتى الان على مستوى حتى من يرفع صور او من يرفع اشعارات او حتى من يدخل عبر مواقع الفيسبوك او مواقع التواصل الاجتماعي يتم اعتقاله. اليوم تمارس كل انواع الممارسات القمعيه والارهابيه ضد ابناء الشعب اليمني، التعتيم الاعلامي، مصادره القنوات الفضائيه، مصادره الصحف، مصادره مواقع التواصل الاجتماعي، الحظر الكامل ايضا، منع التواصل الاجتماعي او شبكات التواصل الاجتماعي في كل مكان، مطاردات واعتقال الصحفيين، هذه كلها طبعا من الوسائل التي يتم ممارستها لمحاوله التعتيم على ما يحصل داخل اليمن. اما ما يتعلق بالانتهاكات فكما ذكرت في مقدمه الحديث على ان هناك معلومات عن اعتقال أو اختطاف أكثر من 3000 عضو قيادي من أعضاء المؤتمر الشعبي العام وقياداته، القيادات السياسية من العسكرية، قيادات سياسية وعسكرية وقيادات أيضا القيادات الصف الأول والصف الثاني أيضا، وحتى على مستوى القواعد أيضا، كل من عارض أو كل من اعترض على ممارساتهم هو يكون مصيره إما القتل وإما الاعتقال وإما مصادرة ممتلكاته واقتحام منازلهم وخرج عوائلهم من داخل المنازل. نعم، الصماد يبدو أنه يقوم بحملة داخل صفوف المؤتمر الشعبي العام، ويبدو أن هناك تجمعات هنا وهناك يعني يقوم بها. ما طبيعة الضغوط التي يمارسها الحوثيون من أجل الالتحاق بهذه الاجتماعات برأيك؟ هي محاولة يائسة لمحاولة إيصال رسالة للآخرين على أن المؤتمر الشعبي العام أو قواعد وقيادة المؤتمر الشعبي العام ماضية في فلك الميليشيات الإنقلابية، لكننا ندرك جيدا ما هي الظروف التي يتم بها حشد الناس وجمعهم. هناك ممارسات وإرهاب وتخويف للكثير من القيادات، طبعا كثير من القيادات أو معظم القيادات أو معظم الشخصيات الاجتماعية من قوى اجتماعية وسياسية وغيرها تأبى أو ترفض أن تشارك في مثل هذه الاجتماعات، لكن هناك أيضا من يجبر أو من تفرض عليه الظروف أن يحضر مثل هذه اللقاءات والاجتماعات، لكنها في واقع الأمر لا تعبر عن إرادة حرة لأعضاء وقيادة المؤتمر الشعبي العام، كما لا تعبر عن إرادة حرة لكل أبناء الشعب اليمني في كل مكان. نعم، كما تعلم أنه قبل اغتيال المغدور الرئيس السابق علي عبد الله صالح كان أطلق الانتفاضة في 2 ديسمبر، يعني متى سينتفض المؤتمريون ضد هذه الميليشيات؟ المؤتمر الشعبي العام طبعا أنت تعرف أنه في الفترة الماضية كان هناك تحالف قائم ما بين المؤتمر الشعبي العام وجماعة الحوثي، وهذه النقطة التي ربما كنا على خلاف مع الأخوة في قيادة المؤتمر الشعبي العام، ونادينا في وقت مبكر وطالبنا بفض مثل هذه الشراكة لأنها شراكة غير طبيعية وغير صحيحة، ودخلنا بمواجهات مع جماعة الحوثي وقدمنا في سبيل ذلك كثير من التضحيات من شهداء ومن جرحى ومن ممتلكات دمرت، نتيجة لقناعتنا أن التحالف مع هذه الجماعة طبعا تحالف غير منطقي وغير صحيح، لكن في الفترة الأخيرة طبعا اتضح الوجه الصحيح لهذه الجماعة، وبدأ الناس يدركوا أن هذه الجماعة لم تفي بوعد ولم تفي بعهد لأحد، هي دائما تنكث كل من اتفقت معه أو كل من تحالفت معه، لا يكون مصير لقاءاتها أو اجتماعاتها معهم إلا الغدر والنكثان. فما يحصل بالنسبة الآن في البلد جعل الشعب اليمني طبعا من أقصى إلى أدنى يتهيأ لانتفاضة، وأنا أؤكد لك أنها انتفاضة صنعاء وإن كانت محدودة، لكن ستأتي انتفاضة يقوم بها الشعب اليمني من أقصى إلى أدنى. الشعب اليمني اختار طريق التحرير ولن يتراجع عن تحرير البلد، لن يتراجع عن استعادة الدولة واستعادة الجمهورية التي يحاول البعض أن يطمس معالمها. البعض يقول أن الحوثيون نجحوا حتى الآن على الأقل في سياسة الترهيب والرعب، إحداث سياسة الصدمة في صفوف المؤتمر الشعبي العام. برأيك هل هذه حالة مؤقتة قبل أن يستعيد الحزب أنفاسه؟ ثم ماذا عن قدرة حزب المؤتمر الشعبي العام على مقارعة هذه الجماعة التي يبدو أنها تغولت بشكل كبير داخل صنعاء؟ الكل يعرف ما تقوم به هذه العصابات من ممارسات لمحاولة صد وقمع الشعب اليمني أو المؤتمر الشعبي العام أو غيره من القوى. أنا هنا اليوم أتكلم عن الشعب اليمني من أقصى إلى أدنى. الوطن اليوم بحاجة إلى التفاف كل القوى السياسية وكل مكونات المجتمع. نحن الآن في معركة تحرير، ونحن الآن في معركة لابد أن نستعيد الدولة ونستعيد مؤسسة الدولة.
بالنسبة لقضايا الخلافات السياسية أو الآراء في الجوانب السياسية، هذا أمر طبعا لا خلاف حوله. ونحن اليمنيين طبعا منذ عقود من الزمن اختار الناس طريق أن يحتكموا للديمقراطية والانتخابات العامة وللتبادل السلمي للسلطة، وبالتالي لن يكون هناك خلاف فيما بين اليمنيين في هذا الجانب. لكن معركتنا اليوم هي معركة استعادة الدولة واستعادة الوطن. أما فيما يتعلق بالنسبة للأخوة في المؤتمر الشعبي العام، يعرفوا قبل غيرهم أنهم إيش، أنهم دفعوا من الثمن الآن أكثر بكثير مما كانوا يتوقعون. كان هناك من يظن على أنه جماعة الحوثي هذه أنها ستخرج الناس أو ستصدق فيما التزمت على نفسها في مرحلة من المراحل من تحالفات، لكن ثبت بما لا يدع مجال من شك أن هذه الجماعة لا تحترم أي مواثيق أو عهود. وبالتالي ما يحصل اليوم في صنعاء وفي كل المناطق اليمنية ليس إلا نتيجة حتمية ومنطقية لما حصل في الفترة الماضية. طيب، البعض يقول ويلاحظ أستاذ عبد الوهاب بأنه هناك اجتثاث كبير لحزب المؤتمر الشعبي العام، بينما هناك أحزاب أخرى على خصومة علنية مع جماعة الحوثي الإيرانية لكن لم يحصل لها ما حصل للمؤتمر الشعبي العام. هل من تفسير لهذا الأمر؟ ربما المؤتمر الشعبي العام بحكم حجمه السياسي على الساحة اليمنية، وأيضا هناك من الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع، أيضا من قوى المجتمع أيضا بعيدا عن الأحزاب، كثير من قوى المجتمع سواء سياسية أو قبلية أو غيرها عانت كثيرا من ممارسات الحوثي. هناك من مشايخ القبائل من هدمت منازلهم ومن قتل أبنائهم ومن قتل رجالهم ومن تعرضوا لأبشع أنواع التنكيل. وهناك أيضا في الفترة الذي مضت أيضا كان هناك طبعا صراع سياسي حتى لكثير من قيادة المؤتمر الشعبي العام. المؤتمر الشعبي العام هناك من القيادات من أعلنت موقفها في وقت مبكر ضد جماعة الحوثي، وأنا كنت واحدا من كان لي شرف أن أقف في وجه هذه الجماعة. وكنا طبعا نتعرض للاتهامات الكثيرة، كان من يصفنا بالمرتزقة وكان من يصفنا بمسميات كثيرة، لكن ها هي عجلة الزمن دارت وأثبتت جيدا ما وجهت نظرنا وما وجهت نظر الآخرين. حذرنا من ما وصل إليه الوضع في هذه الفترة كثيرا، وقلنا للناس أن هذه جماعة لو قرأتم تاريخها ولو قرأتم أفكارها سواء في الماضي أو في الحاضر لوجدتم أن ما يحصل اليوم هو نتيجة حتمية ومنطقية لمثل هذه الأفكار والمعتقدات. وها هم اليوم يصل الناس إلى هذه القناعة ويدركوا جيدا حجم الخطأ الذي وقعوا فيه بعملية التماهي مع هذه الجماعة. قبل أيام كنا نسمع في الأخبار التي تردنا أن هناك انقطاع اتصالات بين قيادة المؤتمر الشعبي العام في خارج اليمن وفي الداخل. هل هذه الاتصالات ما زالت مقطوعة أم تم تواصل؟ والله هو في المرحلة الحالية هناك طبعا جهود تتم سواء في ما بين القيادات في الداخل والقيادات في الخارج، والجميع اليوم همهم الأول والأخير أنه كيف يخرج اليمن مما وقعت فيه من أو إخراجها من براثن هذه العصابة. وإن شاء الله أؤكد على أنه أبناء وقيادات المؤتمر الشعبي العام ومعهم كل شرفاء في كل القوى السياسية يدركوا جيدا على أنه المرحلة تتطلب من الجميع أن يقفوا صفا واحدا في وجه هذه العصابة حتى يتم استرداد الدولة وعودة اليمن إلى ما كانت عليه. وإلى أين تمضي هذه الجهود في توحيد شقي المؤتمر الشعبي العام؟ هل ثمة إطار جامع سوف نشاهده قريبا؟ بإذن الله تعالى هذا ما سيتم إن شاء الله. طيب، ماذا عن وزراء الوزراء المحسوبين على المؤتمر الشعبي العام في حكومة الانقلاب؟ هو حقيقة لابر معظمهم إن بعضهم من قد تم استبدالهم، والبعض الآخر من هم طبعا تحت الإقامة الجبرية أو لا يستطيع أن يمارس أي عمل، والبعض الآخر مهددين حتى في حياتهم. هو في الحقيقة أنا أود أن أقول على أنه إيش ما حصل في الفترة الماضية طبعا شيء يدركه الناس جميعا على أنه جماعة الحوثي ما كانت إلا تريد كسب الوقت حتى تنقض على غيرها، سواء فيما كان يطلقوا عليه أو يسموه المجلس السياسي أو فيما كان يسموه عليها في حكومة الإنقاذ، ليست إلا مرحلة مؤقتة حتى يتمكنوا من الإنقاذ، وهذا ما حصل. انقضوا عليهم في الفترة الأخيرة وأصبحوا الآن مطاردين ومشردين، وبعضهم معتقلين والبعض الآخر يعني إيش باقين في بيوتهم تحت الإقامة الجبرية، ومهددة حياتهم حتى في أنفسهم الوزراء أنفسهم وغيرهم من القيادة السياسية. وبالتالي في ظل هذا الوضع يعني وضع الرعب وما إلى ذلك، يعني ما مصير حكومة الانقلاب؟ يعني ما مصير هذه الحكومة؟
هو طبعا بالنسبة للحكومة الانقلاب أنت ستقول أنا الآن بحكم العدم أصلا، هي بحكم العدم الآن، لا رئيس الوزراء ولا نواب رئيس الوزراء ولا الوزراء الآن يستطيعوا أن يمارسوا أعمالهم، هم الآن حكم يعني تحت سلطة الأمر الواقع ليس إلا. أما بالنسبة نحن قد نسينا حتى التحدث عن حاجة اسمها حكومة إنقاذ وطني، هذه حكومة طبعا ربما من الأخطاء السياسية التي حصلت أنه أشتم دخول المؤتمر الشعبي العام إلى جانب جماعة الحوثي في حكومة سميت حكومة الإنقاذ أو المجلس السياسي الذي أطلق عليه حينها، وكان مثار اختلاف ما بين معظم قوى المؤتمر الشعبي العام. نعم، يعني كسؤال أخير، يعني ثمة محاولات من الحوثيين كما تابعنا خلال 3 أيام الأخيرة لعقد جلسة لمجلس النواب، ما الهدف الأساسي من وراء ذلك؟ محاولة إضفاء الشرعية على ما يقوم به، لكنني أثق جيدا على أن الأخوة أعضاء مجلس النواب وإن كان نعذر البعض منهم إذا حضروا أو شاركوا لكنهم عدد محدود، أما البقية فهم رافضين لمثل هذه اللقاءات، وإن حصلت فهي لا يعتد بها لأنها واقعة تحت سلطة القوة ومبني على باطل فهو باطل. نعم، أشكرك جزيل الشكر مقرر لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب اليمني عن المؤتمر الشعبي العام عبد الوهاب معوضة، حدثنا هنا في الأستوديو، شكرا جزيلا لك على حضورك. شكرا جزيلا.